اللي حصل النهارده ممكن تشرح لنا ما الذي جرى؟ فندم، هو طبعا المترو الخط الاول من محطه حلوان حتى محطه مترو المرج الجديده، هو تم افتتاحه عام 1987، يعني حوالي 34 سنه المترو شغال. فطبعا هو المترو طبعا في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وسياده الفريق كامل الوزير والجمهوريه الجديده، احنا بنطور المترو الخط الاول بالكامل، بيتم تطويره بالكامل وبيتم تطويره ويدفع. طيب قبل التطوير كلمنا على الموقف اللي حصل النهارده وبعدين نروح للتطوير، ايه اللي حصل النهارده؟ طيب هو اللي حصل النهارده الساعه 8:30 كان في عطل فني، انقطاع في الشبكه الكهربائيه الهوائيه في محطه مترو السيده زينب الساعه 8:30 بالظبط. فطبعا احنا بيبقى في حاله زي كده، بيبقى عندنا كذا سيناريو. بيتم اول سيناريو ان احنا بنتواصل مع محافظه القاهره وهيئه النقل العام للدفع باوتوبيسات في المنطقه اللي فيها عطل لنقل الركاب من المحطات اللي فيها عطل. طبعا احنا على الفور تم انتقال فرق الطوارئ وفرق الصيانه، كان عندنا حوالي 5 محطات متوقفين: محطه مترو سعد زغلول، محطه مترو سيده زينب، محطه مترو الملك الصالح، محطه مترو ماني جرجس، محطه مترو الزهراء. 5 محطات، وكنا شغالين المترو كان شغال من محطة مترو حلوان حتى محطة مترو دار السلام في الاتجاهين عادي، وكان شغال من محطة مترو المرج الجديدة حتى محطة مترو السادات في الاتجاهين عادي، وكان متوقف زي ما قلنا من محطة السادات حتى محطة مترو دار السلام حوالي 5 محطات لمدة نص ساعة، وكان المترو العطل اتصلح وكان عودة الحركة الساعة 9 بالدقيقة وعودة الحركة الكامل طاقتها، وطبعا دفع بالقطارات إضافية فارغة من الركاب تماما لامتصاص الزحام داخل المحطات اللي كانت فيها ازدحام. والحمد لله النص ساعة الركاب اتعاملتوا معهم ازاي النص ساعة اللي وقفوا فيها؟ وتقريبا تقريبا عددهم قد ايه في الوقت ده النص ساعة ديت؟ لا هو مش هو طبعا عددهم، لا يعني عددهم مثلا حوالي 250 ألف راكب على ما اعتقد في المحطات كلها. وفي نفس الوقت احنا اتعاملنا معاهم طبعا من خلال الاذاعه الداخليه، اول حاجه بننوه على الساده الركاب ان في عطل موجود في قطارات الخط الاول، واللي عايز يرجع التذكره كنا بنرجع له التذاكر بتاعته. وفي نفس الوقت كان ينزل يركب الاوتوبيس ويركب الخمس محطات اللي هم المتوقفين. نعم. طيب الاوتوبيس ده كانوا بياخدوه بالمجان بتاعكم ولا ده تبع النقل العام القاهره؟ لا ده تبع هيئه النقل العام، ده هيئه النقل العام جهه واحنا جهه اخرى. نعم. طيب الخمس محطات حضرتك بتقول المحطات كلها تقريبا ربع مليون راكب مثلا، يعني 150 200 يعني شويه. التقاطر شوي التقاطر كده. التقاطر تقريبا كل قد ايه؟ احنا عندنا التقاطر في الخط الاول حوالي 4 دقائق في الوقت اللي هو مش الذروه، اما وقت الذروه حوالي 3 دقائق ما بين القطار والقطار. كام راكب في اليوم بننقلهم عبر المترو؟ احنا عندنا يا فندم عدد الركاب في الخط الاول والخط الثاني حوالي 2.5 مليون راكب يوميا، بصفه يوميه 2.5 مليون راكب يوميا في الوقت اللي هو الذروه، اما الوقت غير الذروه حوالي 1.8 مليون راكب. نعم. الخط الاول والثاني. الخط الاول والثاني يا فندم اللي هو من شبرا الخيمه للمنيب اللي هو الخط الثاني، ومن حلوان للمرج اللي هو الخط الاول. طيب المشكله الفنيه دي حصلت نتيجه لايه؟ يعني وصلنا السبب ايه هو؟ لا هو عطل وارد، عطل فني، يعني احنا على ما اعتقد يعني بقالنا بتاع 6 7 شهور ما حصلش ولا عطل في الخط الاول ولا عطل في الخط الثاني. فلما يحصل طبعا دي ما يحصل عطل، زي ما قلت لحضرتك ان القطر شغال بقاله 34 سنه شغال وقطار، واحنا طبعا وزاره النقل حاطه من ضمن خطه معالي الوزير سياده الفريق كامل الوزير، اول خطه عنده في مترو الانفاق تطوير كامل للخط الاول، وتم الدفع ب 20 قطار مكيف لاول مره في الخط الاول في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما كانش فيه قطارات مكيفه، كل القطارات اللي موجوده في الخط الاول كلها كانت بنظام المراوح، مراوح الهواء، ولكن مع عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع الجمهوريه الجديده تم شراء 20 قطار مكيفين لاول مره ويتم تشغيلهم في الخط الاول بالكامل. نعم.